اهلا بيكم برنامجكم اسمع حياتك بنفسك. وسنه 2019 سنه الرساله وسنه المفاجآت وسنه كل حاجه حلوه ربنا عملها في كل اسبوع عن التاني، وما زال بيعمل لي مفاجآت وبيديني حاجات حلوه كتير. النهارده ضيفنا المؤرخ بسام رضوان الشماع، هتكلم معانا على المؤرخ وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه واتحاد الكتاب المصري، هتكلمنا عن عبقريه وابتكارات المصري القديم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم واهلا بكل المشاهدين، ويا رب نبقى مفيدين النهارده كده في حلقه حلوه عن هذه الحضاره العظيمه ان شاء الله. كل المصريين بيتشوقوا ان هم يسمعوا عن الحضاره المصريه، وعايشين في مصر وبنحب مصر وما زلنا نجهل حاجات كتير عنها، ونفسنا على قد ما نقدر، يعني كان حد عنده طبق حاجه حلوه ونفسه ياكل فيه على قد ما يقدر، بس في حد كده مخبي الطبق ده، فبنصدق نلاقي حد يعرف الطبق ده او عارف الحضاره دي وبيحبها ويحب يتكلم عنها زي حضرتك. نعم. اهلا بيك. اهلا بيكي واهلا بيكو واهلا بالورد الجميل ده وبكل التفاؤل ده الحقيقه، لان الحضاره الصحيحه هي الحضاره المتفائله. امين. عايزين نبتدي الاول موضوعنا، حضرتك اخترت الموضوع بتاعنا عبقريه وابتكارات المصر القديم. نعم. فايه تعريف الحضاره المصريه القديمه؟ شوف، لو سالتي السؤال ده العشرة مثلا بسام واحمد وفتحي وكورولوس ومينا، هتلاقي ممكن اجابات مختلفه ومتباينه. انا تملي ببص على الحضاره على انها مجموعه من الناس قاعده في موقع بيبتكروا حاجه ما كانتش موجوده. ده عندي بيساوي سيفيلايزيشن، حضاره. صحراء، نهر، في مطر، في جفاف، المهم ان انت بتؤدي الاداء الحضاري. يقول لك ده عنده سيفيلايزد مايند، ده عنده، ده متحضر. يعني ايه متحضر؟ فتبداي تقري في التاريخ وفي الدهاليز بتاع تاريخنا وفي دروب تاريخنا المصري القديم، تتعجبي لما تعرفي ان اغلب الكلاسيكيات اللي حضرتك عارفاها او ذاكرتيها او درستيها عن يعني ايه الحضاره المصريه القديمه ويعني ايه الصفات بتاعتها، تطلع لا ده في اعمق من كده يا جماعه. ده احنا ظلمنا الحضاره دي لما قلنا 7000، ظلمنا الحضارة دي لما قلنا بس هي بدأت على ضفاف نهر النيل وده شيء عظيم، لكن لا دي كانت كمان، كان قبل ما المصري يستقر على نهر النيل كان في حضارة تانية شغالة على الأرض، برضه على أرض مصر. ظلمناها لما قلنا 3200 توحيد القطرين ونيمة ونعمر مينا ونعمر، هما بداية الحضارة يا راجل. يعني شوف احنا كلنا فاهمين نعمر ده اللي احنا بنسميه نارمر، بس انت ايه، انا هقول لك الهيروغليفي الصحيح وهقول لك الاسم اتحرف لبعد كده ايه. فنعر مر هو ده اللي بعد كده بقى نارمر. طبعا انت هتكتشفي بعد كده ان مفيش عين في الانجليزي، فلما الاجانب درسوا تاريخنا نعر مش هتقدر تنطقها انت نعر، لان انت ما عندكش عين، فخليتها ايه، بقت نارمر. فاحنا ماشيين نارمر واحنا بنرجع ناخد منهم هم. لا يا سيدي، لا يا سيدي، ارجع لين لاصلك كده. فاذا هل المصر السؤال بقى، هل المصر القديم تنطبق عليه بقى الصفات اللي انا قلتها دي، اللي هو دي مجموعه ناس قاعده في مكان بتخترع حاجات؟ فلازم كمان تعرفي كلمة اختراع او ابتكار. يعني اختراع، اختراع حاجة من الاثنين. يا الدكتورة حنان عملت حاجة بسام وكرولوس ومينا ومحمدين ما كانوش يعرفوها وهي حطيتها على الترابيزة، بصوا يا جماعة دي حاجة جديدة اهي. يا اما كان اوريدي في حاجة بس حدش عارف، ما كانش عارفها فالدكتورة حنان عارفاها فراحت واخداها وراحت مجددة فيها فبقت حاجة تانية جديدة اكسترا عليها. يبقى ادي الاختراع بالنسبه لنا، او ادي الابتكار. طيب هل بقى الكلام ده حصل في مصر القديمه قبل توحيد القطرين، قبل الاهرامات، قبل المسلات، قبل الهيروغليفي، قبل اختراع الكتابه؟ ها شوف بقى التحدي، وخدي بالك الجمله الاخرانيه دي فيها ممكن 10 علماء اثار يطلعوا ينشنوا عليا ويخلصوا. ليه؟ لان انت بتتكلم في ايه؟ بس كانت في نسبه كبيره جدا من علماء الكلاسيكيين بتقول ان بدايه الحضاره هي بدايه الكتابه. عشان كده لما قال لك 3200 توحيد القطرين، 3200 ببدء الكتابه الهيروغليفيه، لا يا استاذ، لا يا استاذ، ما انت ممكن جدا تبقى انسان حضاري وما كانش عندك كتابه وقتها، ما عندكش توثيق بالظبط. وممكن جدا تبقى انت لسه ما عرفتيش تفك انت مش سمعتي كام مره في واحد في الدنيا ما كانش المدرسين كانوا قالوا له اطلع من المدرسه، اصنع نفسك بنفسك وابدا نفسك بنفسك. اهو الراجل اللي اختى ستيفنسون ده، والراجل اللي عمل القطر، والراجل اللي عمل الابريق، والراجل اللي عمل اللمبه، مش كل دول كانوا في المدارس بيتقال لهم انتوا مش نافعين؟ والعقاد ذات نفسه ما كملش مدرسه مثلا، يعني العقاد اللي هو واحد من اهم شوارع جمهوريه مصر العربيه بتسميها على اسمه دلوقتي تكريما لهذا الرجل. تمام. فاذا في
ابتكارات واختراعات قبل توحيد القطرين وقبل اختراع الكتابة في مصر أثرت في العالم. يبقى نمرة واحد، نحن ليس حضارة 7000 عام، نحن أكتر من كده. هقعد أقول الجملة دي لغاية لما أسيب هذا الأفق وأروح للأفق التاني، هنسميها الأفق بقى بما أننا نتكلم في المصري القديم. نتكلم بنفس اللي اللغة بتاعي. بنفس اللغة بتاعي. طيب أمال إحنا حضارة كام يا عم؟ بس ففي اللي هيقول لك احنا حضرت 14,000 عام، لانه وجدوا في حته اسمها عزبه السبيل في كومومبو في النوبه العظيمه، لقوا مدافن ولقوا من المصريين الجنوبيين اللي دفنوا هناك حطوا معاهم في المقابر عظام حيوان هو الاسد، فيصبح الاسد هو اول معبود اسطوري في تاريخنا. فياخد قطعه من المعبود معاه في المقبره، وده يبقى طقس ديني. يبقى هنا عمل ايه؟ عمل طقس ديني مع نفسه. هو مش طقس ديني صحيح، لكن طقس ديني مع نفسه على رايك. تمام. فده 14 ماشي. وفي من اللي هيقول لك ده مظبوط، فده اللي هيقول لك 16، لغايه لما جه كانت ويكس، وده راجل عالم اثار امريكاني عاش في الاقصر سنين، جاب ولاده عاشوا في امريكا يعني في الاقصر. يعني شوفي احنا نودي ولادنا يتعلموا في امريكا ولا مش عارف مدارس ايه، هو جاب ولاده وكان بيقول لي يا بسام، كانت ويكس ده كان يقول لي يا بسام انا اولادي البلونز الوحداء اللي في المدرسه في الاقصر، شعرهم الوحيد اللي طبعا. كنا قاعدين نحضر بتاع الراجل، راجل عاشق للاقصر هو ومراته والاثنين علماء اثار. الراجل طلع بجمله، عمل كده اسمه لوكسور، لما كانش قال غير الجمله دي في حياتك يا كانت يا ويكس، كنت وفيت وكفيت وعملت لك تمثال في ميدان التحرير، بس لو كنتش قلت غير الجمله دي اللي انا هقولها لحضراتكم دلوقتي. ان البشر، ارجوكم يا مشاهدين خليك معايا في الجمله دي الله يكرمك، عشان احنا هنقول حته جمله دلوقتي لو ما كان بشانها انها تغير كل مناهجنا عن الحضاره المصريه القديمه. التاريخ يا جماعه بيتعاد كتابته. ايه التاريخ بيتعاد كتابته؟ ان البشر عاش على ارض طيبه الاقصر منذ على الاقل، استخدم الجمله كده اتليست بالانجليزي، على الاقل نصف مليون عام. مين بيتكلم؟ كانت ويكس. لو اي حد تاني كان قالها كنت هقول لك الراجل بيقول كلام، لكن كانت ويكس. وعندما يتكلم كانت ويكس، واحد من التوب 5 علماء اثار في العالم، راجل منقب وراجل عامل الثيبن بروجكت، يعني هو اللي اشترك اساسي في خريطه الاقصر، مشروع خريطه الاقصر. لو في جعران خنفسه ماشي في الاقصر في الجبل هتلاقيه فين في الخريطه؟ ده مؤرخ عظيم. لا ده حاجه ثانيه، ده عنده حته عمل اسمه الاقصر حاجه تجنن، يعني حته كان انا حاطه كده عندي في المكتبه كل شويه ابص له كده. وانا راجل، انا خدي بالك انا لما اقول لك واحد اجنبي دي جامده جدا، لان انا معروف عني ان انا العلماء المصريين سليم حسن زكريا غنيم عبد العزيز صالح، اقعد اجيب لك جمال حمدان، اجيب عبد الوهاب المسير، اجيب لك العلماء المصريين، لان انا متحمس جدا للعلماء المصريين لحد دلوقتي. واقعد كده زمان لما كنت الاقي الاجانب بيشتغلوا كتير قوي في التنقيب عندنا، واقعد اقول فين المنقبين المصريين؟ وانا مش منقب، يعني انا في الاصل مرشد سياحي، انا مش اثري. لكن ادافع عن الاثريين اكتر درجه ان المرشدين، يعني انت بتدافع عن الاثريين تبعنا احنا بالظبط. فنصف، اكثر من نصف مليون عام بلغه الكوره، في ناس في مصر قاعده بتسخن علشان هننزل عهد الاسرات بقى. عدد الاسرات ده هو المنتخب القومي بقى، يخش بقى يوصل كاس العالم ويكسب كاس العالم. فعشان المنتخب القومي في عهد الاسرات ده يعمل اللي عمله بقى ده، اللي هو كاس العالم بقى 500 مليون مره ورا بعض، ايش اهرامات وايش مسلات وايش حساب مثلثات وايش فلك وايش وايش، مين اللي كان بيسخن؟ كانوا دول، كانوا المصريين اللي هي البدايه. اشكرك، هي كده الكلمه كده اختصارا لكل القصه، البدايه. فده نمره واحد. يبقى نمره واحد هي ليست حضاره 7000 عام، احنا وصلنا نص مليون خلاص. قال لك ايه؟ اتليس. انا عجباني قوي حته اتليس دي، اللي هو عملت فجاه اكبر من كده. هو فتح حد بالظبط، هو فتح حد. بحب تملي الابواب في التاريخ تبقى مفتوح متوربه، ما تقفلش الباب كله وما تفتحش الباب كله وما تفتحش الباب كله، لسه ما زالت الاكتشافات موجوده خلاص. وعلى الجانب الاخر، على البر الثاني بتاع النهر بتاع العلم بقى المره دي، مش نهر النيل العظيم، برضه ما تفتحش الباب كله. لانك لما بتفتح الباب بشكل مبالغ فيه فتبالغ في حضارتك فتقع. طبعا احنا اللي اخترعنا اللمبه، تلاقي النت تك 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 تك، الهرم بتاع خوفو بيطلع طاقه ايجابيه. يا عم استنى، انا شرحت هرم خوفو ده كم مره في حياتي؟ انا بقالي 38 سنه بقرا تاريخ، وقفت قدام هرم خوفو ده شرحته للاجانب والمصريين كم مره في حياتي؟ على شعر راسي. صح. انا كنت بحس بالفخر انما حكيت انه بيطلع طاقه عشان اسعد ولا مش عارف مين وبتاع،
طب انا بدي محاضره الساعه 6 الصبح، الساعه 6 الصبح دي هيجيلك طاقه ايجابيه ازاي في عز الصحراء فوق؟ فاهم ازاي؟ فدي نمره واحد. نمره اتنين يا فندم، ودي بقى اللي جاي دي برضو مهم عشان ايه تعريف الحضاره المصريه القديمه، ابوس دماغكم من فوق، بيسموها كده بالانجليزي بليز وذ شوجر اون توب، يعني بليز من فضلك وهحط فوق بليز دي حبه سكر من فوق كده عشان يبقى طعمها حلو. فبليز وذ شوجر اون توب، مفيش حاجه في الدنيا اسمها الحضاره الفرعونيه. المصر القديم. اشكرك اشكرك. هتقولي يا بسامي ازاي يعني انا اقف قدام خوف وخفرع ومنكورع بقول دي اهرامات الفراعنه فبقى غلط؟ اديك 10 من اديك 0 من 10 في الامتحان. لو انت عندي في امتحان ما اديش امتحانات، لكن لو انت بتدي امتحان اديك 10 من 10. ليه؟ لان كان خوفه ذات نفسه ما اختارش اللقب ده لنفسه، لقب برعا. ما هي ازاي بقى؟ برعا، الباء تحول لفاء. برعا، شيل الباء حط فاء، فرعا فرعون. على اقوى النظريات هو ده اصل كلمه فرعون او لقب فرعون او اسم فرعون. ودي حاجه تخصك رتبه ملكيه ان ده او اسم انسان. دي 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 حلقه ثانيه، دي حلقه ثانيه اصل كلمه فرعون دي. لكن انا بديكي فكره. رئيسة الطبيبات في مصر القديمة الدكتور حنان هتسمي الملك برعا، هتلقبه برعا، ماشي. لكن الملك ذات نفسه اختار اللقب ده لنفسه؟ لا. طب أمال مين أول ملك اختار لقيت؟ لقيناه بقى اللقب ده محطوط بقى جنب اسمه، كان أخناتون. الأسرة 18. ده متأخر ده. وكمان احنا مش سايبينه في حاله وعاملين نسميه أخناتون. يا عم ايه طلع الهمزة فوق. مفيش حاجة اسمها أخناتون، اسمه أخن أخ. اخنا اخ اين ات عين اخناتون، مفيش اخناتون، الهمزه مش تحت الهمزه فوق. خلاص. فاذا انت عندك 17 اسره لغايه دلوقتي مفيش ولا ملك منهم اختار برعا. افكركم بحاجه ثانيه المشاهدين الكرام اللي بيشوفونا، في مكان في مصر في بحيره كبيره كويز. البحيره الكبيره دي يم يعني جسد مائي بالهيروغليفي، يم زي يم بالعربي. هي مش والدة سيدنا موسى عليه السلام ألقته في اليم في الماء والمنتشر من ماء؟ تمام. طيب يبقى إذن باي يم الماء، بحيرة ماء كبير، باي يم بحيرة. طيب احنا قلنا الباء بتتحول لفاء، فاء. طيب يبقى باي يم تتحول لإيه؟ فاي يم. أشكرك. فين في مصر مكان اسمه فاي يم في بحيرة كبيرة؟ لا انا ما اعرفش. اقول لك، لما دخلت الكتابه القبطيه الفاء ثقلت الى الذاء فاصبحت فيوم. الفيوم. اشكرك. احنا دايما بنسهل الكلام يعني خففه بقى. بعد كده تخففت. ما انت عندك حتات في مصر بتخفف اللغه، بتخفف الحرف، وفي اعمق فتقله زي السعيد كده حرف الجيم. اشكرك. تعطيش الجيم ده او زي ما كانت في القبطيه فيوم وبتخففت بعد كده بقت فيوم، بعدين الالف واللام دخلت في العربي اللي هي اداه التعريف فيوم اصبحت الف. تمام. يعني احنا كده مصر القديم ده من قبل الفراعنه ودخلنا في نص مليون وفي زمن كبير. احنا معلوماتنا خدت اللي هي من اول ما اكتشفنا حجر رشيد وابتدوا هم يقروا الكتابه الفرعونيه. طب المصري نفسه بقى، تعريف المصري القديم هو ده سؤال حلو، علشان انا عارف مشاهدين دلوقتي وانا عمال اشرح بقى سمات المصر القديم كل واحد هيقعد يفكر يقول هي السمات دي فيا. انا بقول لك ليه كده، لان انا ذات نفسي ساعات بسال السؤال ده لنفسي، يعني اقعد اقول ايه طيب المصر القديم ده الراجل المهندس العظيم اللي صمم الهرم ده، الفلاح العظيم دوت اللي كان بيبص كده في الفلك ويقول لك احنا خلاص داخلين الصيف، احنا خلاص داخلين الشتاء، ده العمال يعمل تقويم، ده عبقري ده قبل ما الناس تعرف يعني ايه تقويم في الدنيا. الناس دي فيها سمات ايه دي؟ هل دي سمات عبقريه ولا هو كان انسان اعطي ما اعطيت حضرتك ولكن احسن استخدامه وفي ناس تانية اساءت استخدامه؟ يبقى اذا انت جوه الجمجمه بتاعتنا دي ربنا خلقنا كلنا بمخاخ، في حد هيشغل مخه وهيشتغل، وفي حد هيدي المخ اجازه، وفي حد هيعمل نص مخ.
مصر القديم كان عنده، كان من ضمن الروشتات الطبية في مصر القديمة في الطب يعني، في حاجة بالهيروغليف اسمها تاب جاس. تاب جاس يعني نصف رأس، عرفوا بعد كده ان هي صداع نصفي. فهو سمى مرض الصداع النصفي في مصر القديمة العبقري ده تاب جاس، نص رأس. النهاردة يقول لك ده دماغها تتفلق. تتفلق يعني ايه؟ نصين يعني. فهل هذه الشخصية العبقرية اللي عمالة تبتكر طول الوقت دي، واللي عمالة تبقى كمان موقعها الجغرافي العبقري، الله يرحمك بقى جمال حمدان هذا الدكتور العظيم لما قالك عبقرية المكان، فانت تملي في ممالك مركزة معاك طول الوقت عايزين ياخدوا الموقع ده، ده حصل في مصر القديم. وانت فاكرة الحكاخة صوت دول كانوا ايه؟ اللي هم الهكسوس دول. الهكسوس ده تسمية تانية، مش مصر القديم. مصر القديم سماهم حكاخة صوت، حكاه حاكم. انت مش بتشوفي المصر القديم حاطط ايده كده عامل كده وماسك صولجانين، منهم صولجان نازل منه ثلاث حاجات كده، دي المزبه زي اللي بيهشوا بيها الدبان كده، دي كان صولجان، والتاني بقى العصا المعقوفه اللي عامله كده دي اسمها حكاه. حاكم قبضه حكم الحاكم. فعشان كده رمسيس الثاني في معبد الرمسيوم ناحيت على التمثال بتاعه حكاه حكو، حاكم الحكام، متواضع بصراحه رمسيس الثاني. فنرجع مرجعنا، فتكتشفي مع الوقت يا دكتورة، وانتوا هتكتشفوا مع الوقت، ان الرجل العظيم اللي صمم الهرم ده بهذه العبقرية بعديه بكذا الف سنة انت جيت وصممت برضو حاجات، وتبص تلاقي طفل عنده 8 سنين جايب لك اختراع تحفة بيقول لك بصي، او طفل عندها 12 سنة جاي بتقول لك بصي انا عملت دخلت ده في ده تشيب ايه كمبيوتر ايه بتاع ايه. يبقى إذن الابتكار والاختراع اللي احنا قلنا ان هو سبب ان الحضارة تتقدم وتزدهر وتبقى معلمة، اصل انت في حضارات مستوردة وفي حضارات موردة بتصدر يعني. انت عمالة تصدري طول الوقت، تصدري في علم، تصدري في علم، تصدري في علم، تصدري في علم، تصدري في علم. فتبص تلاقي اليونان اللي علمت العالم واوروبا، نحن اليونان لما جم مصر قالوا الجملة الشهيرة بتاعتهم ايه؟ نحن اليونان فقط أطفال عندما نقف أمام هذه الحضارة، ودول اليونان دي الحضارة اللي كانت بتنفسك، فلم يتحرجوا من أن هم يقفوا قدام الحضارة المسيح يعترف. أفلاطون، هذا أفلاطون اللي علم الدنيا والفلسفة وبتاع، كان عايز يجي يذاكرك يقول لك انتوا ايه، انتوا بتعملوا ايه، ايه المصريين دول، بس معهوش فلوس، فلاسفة فقراء. فعمل ايه؟ باع زيت زيتون، الزيتون اليوناني المشهور، زيت باع زيتون عشان يبقى معاه فلوس عشان يجي مصر يتعلم ويشوف. ايه يا جماعه؟ بايثاغورس اللي كلنا درسنا المثلث بتاع فيثاغورس، بايثاغورس جاء مصر وقعد كام سنه، الناس دي كلها تيجي مصر وتطلع وتشتهر في العالم ان هم اخترعوا المثلث، مش عارفين اخترع الفلسفه الفلانيه، اخترع علم المنطق. لا يا عم، جابها من هنا، الحضاره اللي من نص مليون، لانه لما جاء هنا راح لقى المعهد الثقافي الرهيب اللي في قون، ما هي قون دي المطريه، دي مطريه عين شمس الرهيبه، دي كان فيها معهد ثقافي اطلق عليه اول جامعه في التاريخ. ما انت كل شويه تقول ايه اكتشاف اثر في قون، شاف اثر في المطريه، مسله المطريه، انت عارفه مسله المطريه دي اللي هي متسميه الميدان المسله دلوقتي، دي بتاعت الملك سنوسرت اللي احنا نسميه سنوسرت، ده اطول واقدم في وقتها مثال واقفة في العالم النهاردة. فين؟ في المطرية العظيمة. يعني تروح أسوان، تروح الأقصر، شوف مسلات عظيمة. لكن يرجع للأصل، تعرف إن أقدم مسلة كبيرة واقفة في الكرة الأرضية الآن وأنا بكلم سيادتك أهو، المطرية، و2019 بتخلص، المطرية عين شمس. خدي بقى خطوتين كمان، روحي على الشخصية وسماتها، تلاقي حم إيونو مرة تانية يا مصريين اهو، حم ايونو، ايونو، اون، ايون، المطرية كان اسمها كده بالهيروغليفي، كاهن ايون، خادم ايون، خادم اون، خادم المطرية، هو اللقب بتاعه اسمه كده، معناه كده. مين يا عم انت؟ تقرا بقى التمثال بتاعه، المسؤول عن كل الاعمال الانشائية للملك خوف. حم ايونو هو مهندس الهرم الاكبر اللي لغاية دلوقتي معجز كل مهندسين الدنيا. مهندسين الدنيا يبنوا سكاي سكريبرز، ناطحات سحاب يجوا عند الهرم
عبدالله السلام يا عم احنا مش فاهمين انت عملت ايه؟ ايه اللخبطه اللي انت ملخبطانا دي؟ يعني ايه 2 مليون و 300 الف حاجه في مبنى واحد؟ يعني ايه مره تانية؟ يعني ايه 2 مليون؟ ما زال عاجزين عن فهم ازاي ده اتعمل وازاي ده ثابت لغايه دلوقتي. كلميني انا اهو يا فندم بعد 15 كتاب وبعد موسوعه قد كده باسمي عمال مكسر بيها الدنيا ومصدع الناس بيها موسوعه البسام موسوعه البسام، اساليني دلوقتي ازاي الهرم اتبنى؟ اهو بعد 38 سنه من قراءه التاريخ. ما زال محاضرات هنا ومحاضرات هنا، انا بقف قدامه محترمه. في فرق بينك تحترم علم وان انت تجهل علم. نحن لا نجهل علم المصريات، ولكن نحترم نقاط فيه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين نوصلها، ما زلنا بنحبه، ما زلنا مش عارفين نفصل. تمام. طب ليه بقى الحضاره المصريه المنفرده منفرده عن اي حته تاني؟ خلاص بقى، ده انت تفردتي وتفردتي وتفردتي بشكل، عارفه انت لما يبقى في فرقه تاخد الدوري بعدها مثلا باسبوعين ثلاثه وفرق بينها وبين التاني بتاع مثلا 30 نقطه، خلاص انت تفردتي لدرجه ان انت كمان تحت يعني في الحتت القايمه اللي بتحاول تنافسك، لان الممالك بتتنافس ده معروف يعني في التاريخ. مفيش حد حتى مقرب عليك يعني انت لما تيجي تتكلمي في وقتك، انت لما كنت متالقه كمصريه وكمصري، متالقه زي ما اتفقنا علم واختراعات خلاص، ومتالقه معيشه، متالقه حياه، هبص تلاقي في حضارات تانية برضو تقيله شغاله. يعني كان في حضاره، الحضاره البابليه، حضاره اور في العراق، حضرت بلاد مش انت درستي بلاد بين الرافدين والكلام ده، والرافدين وبين النهرين اللي هي ميزوبوتاميا، واخد بالك؟ حضاره الفينيقيه في لبنان اللي لغايه دلوقتي بتتخانق مين اللي اخترع الهجائيه، برضه ناس عظيمه. يعني مش انت ما بتتكلمش على ممالك سهله، بس ما زال في فرق يعني بين دي ودي. في بعد زمني خلاص، في تاثر. هو البعد ما كانش زمني على لان هو كان معصرك في حاجات معينه. يعني هو كان البابليه دي كانت معصراكي في حاجات معينه، الفينيقيه دي كانت معصراكي في حاجات. عشان كده لو رحت جوبيل في لبنان، في مدينه عظيمه اسمها جوبيل في لبنان، تلاقي اثار مصريه. ده انا كنت بقول لهم حتحر اللي هي ربه الجمال اللي احنا سميناها حتحور، كانت ربه الجمال وربه النساء ومعبوده الحب ومعبوده الغنى والانشاد ومعبوده التركواز. عشان كده لما في بنت او سيده او بنوته تحضر لي محاضره لابسه تركواز في وسط المحاضره كده اكسفها، اقول لها انت النهارده انت لابسه مصر، انت لابسه حتحور، انت لابسه ربه الجمال، معبوده الجمال في مصر القديمه. عشان كده كانوا يروحوا يجيبوا التركواز منين؟ مصر القديم كانوا يروحوا يجيبها من شبه جزيره سيناء المصريه، عشان ما يطلعلكيش واحد ينط لك يقول لك اصل سيناء دي كانت بتاعتنا من زمان. يا حبيبي اركن اركن، انا هوديك بايديك كده وافرجك كده المصر القديم عامل ايه في سيناء مكتوب كده على الصخور. فسمى سيناء تامفكات، يعني ارض بالهيروغليفي، مفكات يعني تركواز فيروز، فارض الفيروز دي تسميه هيروغليفيه بامتياز. تمام. مين اللي كانت مسؤوله؟ حتحور. فتلاقي تماثيل حتحور تكتشف في لبنان. يعني انت متخيله رمز الجمال المصري في لبنان؟ ما من اساسها يعني من هنا خلاص. يعني البنت اللبنانيه لما تقول انا حلوه تقول انا حلوه زي المصريه. ده كان ده من 3000 سنه، يعني من 3000 سنه. طب احنا ما زلنا عندنا السمات دي ليه حاسين بفرق بين احنا كمصريين دلوقتي ومصر القديمه؟ ده بقى اللي بيسموه بقى ايه في الغرب 6 مليون دولار كويستشن، يعني ده السؤال ابو 6 مليون دولار. يعني لما حد بيسالنا السؤال ده بنقول له بص، يا تاخد 6 مليون دولار يا تاخد الاجابه. لا انا عايزه الاجابه. عايزه الاجابه. بص يا ستي، الموضوع ده هيعوز له محاضره ساعتين. ايه اللي حصل؟ يعني ماذا حدث؟ يعني هل يعني كل اللي احنا بنتكلم عليه ده ليه ما استمرناش زي ما احنا لغايه دلوقتي؟ يعني حتى في بحث كده معمول، كتاب كده معمول بيقول لك وات هابند تو ذا ايجيبشنز، يعني الناس في واحد بيستغرب معنون كتابه كده، معنون كتابه ماذا حدث للمصريين؟ يعني الناس ما بتصدقش. يعني ايه اكتر من 130 هرم؟ يعني ايه اول ناس افتكرت علم الفلك؟ احنا لغايه دلوقتي ما اكتشفناش كل اللي موجودين تحت الارض المصريه. اشكرك. ده غير اللي بيحصل في بيوت ناس عاديه يقعدوا ينقبوا ويطلعوا واللي بيتسرق واللي بيتصفر. للاسف. يعني متهيألي احنا اللي 10% مثلا من الحقيقه. طب خلينا في الجمله دي، ننزل في المحطه دي سوا، وقف يا عم العربيه دي وهنزل انا وحضرتك على المحطه الاخرانيه دي. اتقال ان احنا اكتشفنا 30% من اثرنا، ده الكلام اللي كان بيتقال من العلماء الكلاسيكيين عندنا في مصر. والحقيقه احنا كنا بنقرر الرقم ده، يعني ان هو دول علماء، يعني ما او العالم اللي كان ماسك الاثار في مصر لمده طويله كان هو اللي بيقولها، راجل منقب وراجل بتاع، فخلاص هو فاهم هو بيقول ايه. لغاية 2016 لما طلعت عالمة اسمها سارة باركر، دي غيرت حياتي. أنا قابلتهاش، أنا عمال أتخيل أنا لو قابلت الست دي هقول لها إيه. غيرت حياتي جملة. يعني مصر بتعمل فيكي كده، ده عشان تبقى عندكم فكرة بس سادة المشاهدين، هي مصر بتعمل فينا كده.
جملة واحدة بتغير الحياة، بتغير حياة. سارة باركر طلعت في 2016، هي عالمة مصريات، ودي كانت أول مرة نسمع اللقب ده، عالمة مصريات فضائي. فاحنا ايه الكلمة جديدة دي؟ شعب جديدة دي بالظبط، كلنا قلنا الجملة دي جديدة دي. فايه هي بتعمل ايه سيمبلي يعني ببساطة خالص؟ هي ست شغالة مع ناسا، فبتاخد صور ناسا بتاعت مصر، يعني مصر بتتصور عن طريق القمر الاصطناعي بيدرسوها وكالة الفضاء. فهي بتاخد الصور الابيض واسود دي وتطلع منها اثار، مش اثار موجوده، خلاص اثار موجوده معروفه، ده هرم دهشور، لا ده لسه تحت ده الارض، ده ميه دهشور، يا اما بقى تحت الارض يا اما فوق الارض وانت مش عارفاه. يعني انت ليه متخيل ان الاثر يبقى فوق الارض وانت عارفاه؟ يعني ليه احنا وصلنا للمرحله دي؟ ممكن جدا يبقى فوق الارض واحنا ما شفناهوش. اصل خدي بالك الاثر مش لازم يبقى هرم 140 متر ارتفاع، لا ممكن تكون حاجات تانية صغيره. انا بقول لحضرتك دي لو شقفها قد كده تغير لك الدنيا. وبعدين حصل ايه؟ فخرجت علينا بجملة بعد هذه الدراسة المستفيضة تقول، برضو جملة لابسة بتاعت كنت ويكس كده بقى، جملة تانية بتغير، سارة باركر تقول، وبرضو نسمعها لما تقول ان هي معتبر مصدر معتبر، ان الذي تم اكتشافه من اثار مصر حتى في السنة اللي هي اتكلمت فيها دي بتاعت 2016 اقل من 1%، تاني اقل من 1%، less than 1%. وهي مكتشفه ده تحت الصور، مطلع لنا الاف، يعني بيطلع 3000 مجتمع يعني مجتمع، ان الناس قاعده بانيه الاطلال بقى بتاعت الحاجات دي، هي يعني مطلعه بالالافات ثقافات بقى وحضارات. ده غير ان في صدرت لنا كمان جمله لذيذه تانية، حاجه اسمها الاهرامات المحتمله في تاني. يعني ما دي كانت برضو كانت جمله جديده علينا في علم المصريات، يعني ايه هرم محتمل؟ انا اعرف مرشح محتمل لكن ما اعرفش هرم محتمل. اتعلمنا، بقول لك لسه يعني احنا ما زلنا لسه بندور. خبر ابيض. طب الصور دي مش تدي سهوله اكتر ان انت بقى هي معاها هي تقدر معاها توصل للنقطه دي؟ طبعا وما عليك انك تروحي تنقلي تشوف اذا كان الهرم ده هرم محتمل ولا ده مجرد شكل طبيعي على شكل هرم. لان انت لما تنزلي ابو سنبل، انا لما كنت باخد المجاميع السياحيه الى ابو سنبل كان في اشكال طبيعيه على بحيرة النوبة او بحر النوبة او بحيرة ناصر، اهرامات. فكنا اول حاجة كنا نقولها للسياح كمرشد سياح، كنت اقول لهم اللي انتوا شايفينه هناك ده مش اهرامات، ده ديت روك ناتشرال روك فورميشنز، حاجات طبيعية، تشكيلات للاحجار الطبيعية، بس شكلها اهرامات. فعشان كده بتقول محتملة، عشان هي معتبرة فبتاخد بالها من كلامها، لان كلامها انت بتتكلمي ناشونال جيوغرافيك حاجة، يعني لما انت فاهمة الجملة في ما ينفعش تقول اهرام حقيقي، ممكن تكون لا حاجه لا طبيعيه. لا لا خالص، واحنا اتعلمنا كده كمان، يعني انا كمان. طب مين ماشي ورا كلامها بقى دلوقتي حاليا؟ يعني في حد بينفذ؟ شوفي علم الان 2019 هي يعني انا شفت لها شغل في مصر، يعني شفتها هي بتيجي مصر ووزاره الاثار بتتعاون معاها وكده، لكن هل الاقل من 1% دي بقى؟ فمصر يا جماعه، اختصارا للقصه، اختصارا لسؤالك، يعني مصر هي بلد فوق بلد فوق بلد فوق بلد، حتى أن تصلي أيضا إلى أنها قبل وجود الإنسان على الأرض. يعني مصر ليست مهمة للعالم من أول ما البني آدم جاء في مصر. أنت من أيام الديناصورات وأنت مهمة. والدليل على كده 2019 عندما اكتشفت فتاة مصرية عالمة في الصحراء الغربية حفريات لديناصور لم يكن مكتوب عنه في تاريخ العالم. الحتة دي كانت فاضية في فترة مجهولة، ما كانوش كاتبين، العلماء ما كانوش كاتبين في حاجه، اللي هم ما كانوش عارفين، مش مكتشفين في حاجه. فلما عندما تم هذا الاكتشاف السنه دي 2019 تحت قياده الدكتور جميل قوي جيولوجي برضو بتاع ديناصورات وكده اسمه دكتور هشام سلام، طبعا الشباب ده دلوقتي ما شاء الله العالم كله. انا تهيألي اكتشفناه على مدار ال 2000 سنه اللي فاتت، مش هيجي حاجه جنب الاكتشافات اللي ممكن تحصل على مدار عشرات السنين. انا بعتقد مع التطور اللي احنا فيه ده، حتى اطلقوا على الديناصور اللي اكتشفوه السنه دي ده منصوروسورس، لان الجامعه اللي كانت شغاله في الاكتشافات كانت جامعه المنصوره. فالان يوجد ديناصور في العالم اسمه منصوروسورس، لان غالبيه شيء عظيم وجميل منصورة. ومجتمع المصري عمرنا ما مصر القديم عمرنا ما هنبطل نتكلم عنه ونتعلم منه. بس هرجع تاني لسؤالي، او ازاي نرجع نبقى زي مصر القديم، يبقى فعلا احنا مصريين بجد؟ تخيلي سهله، انا اجدها سهله، اجدها بسيطه. ايه؟ نبدأ الجملة اللي انت سمعتها وانت صغيرة دي، نبدأ
من حيث انتهى الأجداد. يعني مثلا تخيلي نفسك، تخيل نفسك يا مصري ابتديت بعد ما خلص حمق يونو، يعني حساب المثلثات اللي في الهرم ده والعلم بتاع الفلك والمقاسات ورفع الأثقال. احنا كلنا عارفين الامباير ستيت، امباير ستيت بيفتخروا بيه في الولايات المتحدة الأمريكية كمبنى. انا طلعته 107 دور في الاسانسير، وداني كان بالطقطة زي ما تكون في طيارة. تطلعي فوق تبصي في البلكونة تلاقي السحاب تحتيكي، ابص كده لقيت سحاب تحتي. الامباير ستيت هرم خوفو لوحده يعمل منه 16 من المبنى ده، هرم خوفو باحجاره يعمل 16 امباير ستيت. فلو انا ذاكرت بجد حمق يونو وصل لايه كمثال، يعني ناخده ببلاش يا ستي المباني وبلاش يا ستي الهندسه، ومش بلاش طبعا ان هي مهمه، تعال نشوف واحد اسمه عنخ شاشونق. عمرك سمعت؟ اه، عنخ شاشونق ده راجل كتب حكمه يقول لك اعمل الطيب والقيه في مياه الفيضان، عندما تنحصر مياه الفيضان يعود لك الخير. انت تقولي ايه؟ اعمل الخير ومير بحر، تمير بحر ليه؟ هو عمل دي من دي، هو شوف بس دي اساسا موجوده في سفر الامثال حكمه سليمان. لكن انت، انا عايز اقول لك ايه، المصري القديم لما عمل عنخ شاشونق لما كتب دي هتحسي ان هو ايجابي، ان انت ايه، عندما تنحصر مياه الفيضان سوف يعود لك الخير. انت الخير اللي انت عملته ده مش هيضيع، لا هتجده ولو بعد حين. تمام، فاذا ما نشوف الناس دي بتاعت فين. اما اليونان عملوا ايه؟ اليونان اخذوا المصري وراحوا مطورين. طيب بغداد بقى ودار الحكمه والناس دي عملت ايه؟ اخذت من اليونان وصححوه. الراجل بتاع علم الضوء اللي اسمه الحسن بن الهيثم ده عمل ايه؟ ما هو اخذ نظريه الضوء بتاعت اليونان وقال لهم لا انتوا غلط، العين مش هي اللي، لا ده في حاجه بتتلقى المنظر في العين من ضوء، وصلح اليونان ووصلوا للوصل. فمن هنا. تمام، طب عشان انا واخده خط السنه دي رسالتك في الحياه. نعم. فنقدر نقول رساله المؤرخ العظيم بسام شماع هي ايه؟ شوفي، اول حاجه تثقيف الشعب المصري كله كله كله، ادينا قلتها ثلاث مرات اهو، وليست فئه بعينها وليست مثقفي ومش عارف مين والنخبه والثقافه، كله ال100 مليون على كله على قدم سواء يكون عارف حضارته الصحيحه من اول المصري القديم عابرا بكل الاعمده اللي عدت على المصريين زي ما ميلاد حنا قال الاعمده السبعه. ادي واحد. نمره اتنين، الخطه دي احنا ماشيين فيها، انا ماشي فيها بقالي سنين الحمد لله وعاملين فيها الحمد لله شغل كويس، في ناس كتيره. نمره اتنين، الفرسان. الفرسان هي مجموعه اطفال تم انتقائهم عشان يبقوا مصر تقدم للعالم اول محاضرين في علم المصريات 8 و9 و10 و11 سنه. ده فين دول بقى؟ عندي، بيقفوا جنبي كده في وسط المحاضره، قلت تعالى يا مروان، تعالى يا جنه، تعالى يا محمد، تعالى يا تعالى يا خديجه يا امنه يا، يعني يقول لك ازاي او جبتهم ازاي؟ اهاليهم، اهاليهم ربنا يبارك. ناس رائعه. قالوا لي احنا عايزين، احنا بنحب كده. والنهارده محاضرين وبلغات كمان، يعني في بالعربي وفي بالاسباني وفي بلغه الاشاره للصم والبكم وتحدي الاعاقه. يعني انا عندي جامعه بتشرح لك القلعه بلغه الصم والبكم، لغه الاشاره. انا بكلمك من 7 سنين ل 12 سنه. يعني في بسام الشماع تاني يطلع، تخيلي كمان 20 سنه. يعني انا كنت خلصت من واحد. لا لا، انا نفسي ده يجي اكتر، بالعكس. يعني مش هلاقي بس مؤرخ بسام الشماع، دكتور وسيم السيسي، لا انا نفسي نبقى حاجات كتيره كده كتير. ده اللي المفروض نعمله الفتره يعني اللي جايه. يعني بصي، انا بطمنكم، انا عارف ان في ساعات الناس يا عم محدش متقلق، لا ده في عدد كبير وفي نسبه كبيره وفي نجاحات، تعالوا بس احضروا المحاضرات اللي احنا بنعملها مجانا للشعب المصري دي بتبقى على النت موجوده، هتشوفوا رقبتكم هتقعد تطول 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 لغايه لما توصل لسابع سماء من كتر ما انت فخوره من الشباب المصري. ابدا لا، الشعله متسلمه ومتسلمه منوره. انا كنت تملي اقول ايه يا فندم، لما نيجي نسلم الشعله، احنا ليه تملي بنسلم الشعله مطفيه؟ وليه تملي الدرب بيبقى كله شوك؟ ده انا اسلم الدرب ده فلفت قطيفه للجيل الزوان، اديله الشعله منوره نار قد كده واستناه على نهايه الدرب، اقول له تعالى بقى عملت ايه بالاثنين دول بقى؟ انا ظبطت تمام التمام اهو يا عم، عملت انما اديك الشعله مظلمه
واحط لك شوك وازاز في الشارع علشان تمشي رجلك نزل دم وفي الاخر اقول لك انت ما انجزتش؟ لا طبعا. لا طبعا انا عجزت. اذا اردت انت بالظبط كده اذا اردت انت تطاع فهو هو استطاع. فده نمره 2. نمره 3 ودي مهمه بقى وده يمكن السلوجن بتاعي في اللي انا بعمله يعني في السنين اللي فاتت دي كلها في مصر. اقرأوا تاريخكم لكي لا تعيدوا اخطائكم. يا دكتور ده انا بشوف اخطاء بتتعاد كوبي وبيست بالظبط. افتح الصفحه دي وسانتيانا قال عباره اللي هي مهمه. قال ماذا قال سانتيانا؟ هؤلاء الذين لا يقرأوا الماضي سوف يعاقبوا. بايه يا سانتيانا؟ بايه عادتي؟ هيكرر نفس الغلطات طول الوقت عمال تخبط دماغك في الحيطه عشان تعدي. يا عم مش هتعدي، الحيطه حديد. فاذا اسمع كلامي وصدقني، من فوائد قراءه التاريخ دي، امال هو التاريخ فيه الايه؟ مش فيه العبر؟ مش احنا درسنا كده احنا صغنانين؟ يقول لك فيه العبره وفيه الخبر الصادق. ما انت لكن تحرى الخبر الصادق في التاريخ، ما تتلقاش. يعني انت مال اقول لهم ايه؟ لو انت جيت لقيتني في المحاضرة في الساعتين اللي انا واقفهم دول، لو جيت لقيتني بقول لك حاجة من غير دليل، يعني شفت انا بقول لك ايه؟ سارة باركك عملت شوف جابت بتاعي، كانت ويكس عمل مش عارف مين بتاع ايه، بديك تملي بالأدلة. الادلة حتى اسامي تقدر ترجع ليها خلاص. هتلاقي المصدر وتروح له، لازم مصدر معتبر. ودي رسالة لشبابنا اللي على النت. انا يا شباب فيسبوكاوي تقيل، فيسبوكاوي تقيل، انا بقول لك احذر. لا دي حرب الشائعات والغلط التاريخية. اه طبعا حد مش عايطها. لو احنا بنتكلم على الحته دي، على حته رسالتك والقصه بتاعت الرساله دي، احذر المعلومات التاريخيه. عارف ليه؟ الاشعه اللي بتتحط ممكن تتحط فانت تعرفي انها اشعه، لكن المعلومات التاريخيه بيحط صح جواه غلط. وانت خدت العنوان اكيد دي كويسه، يبقى اللي باقي وتنبهر. تمام. انت اللي اخترعت الطياره. واو شير المصري القديم اخترع الطياره. فيجي لك واحد بقى كده احنا عارفينه كويس، بنقابله ساعات طلعت بره، ساعات بنقابله هنا. انت اخترت الطياره؟ اه. ولقيته الطياره في مصر؟ اكتشفتوا الطياره؟ لا. اه يبقى في حد بقى جه وعمل لك الطياره. يبقى الحضاره دي مش بتاعتك. والحد ده جه ومشي وتاه في سيناء ودخل ارض كنعان واحتل بلد مش بتاعته وتتسرق منك حضارتك وانت قاعده فرحانه انك بتشيري جمله. شفت ازاي قصه خطيره؟ ده انا بقى درسه ورصده كويس قوي، رصده بالحرف. ربنا معاك. ربنا يبارك لك. طيب وصلت ازاي لحب التاريخ المصري القديم؟ والدي الطبيب الدكتور رضوان الشماع ووالدتي اسكندرانيه، وانا عندي 6 سنوات يعني قولي من حوالي 20 سنه كده، اخذوني لا لا اخدوني ودوني اسوان في رحله زي ما حضرتك بتقولي، رحله عائليه جميله. فارجوكم الى الابهات والامهات اللي بيحضرونا، ما تستقلوش باخذ اطفالكم الى هذه المعابد والى هذه الاثار والى مصر القديمه وللجوامع وللمجمع وكاترين والحتت دي، ما تستقلوش. الحاجات دي هتعلم، هتعلم بجد، هينسوها خال. لان انا بقول لحضرتك اهو، انا النهارده كام يا بسام؟ 58 ولا 57؟ خلاص 57 سنه. 6 سنوات كنت في اسوان، يعني من 51 سنه وانا بكلم حضرتك دلوقتي وبكلمكم فاكر كل التفاصيل. فيله، معابد فيله وهي مغموره بالمياه الى مستوى معين، ضريح الاغاخان فوق الجبل في اسوان في البر الغربي من اسوان العظيم، الطاقيه النوبي اللي والدي ووالدتي لبسوها لي، فزرعوا جوايا حب الحضاره. وانا عندي 11 سنه بقى اخدوني خط بارليف بعد انتصارنا في 6 اكتوبر 73، فراحوا حاطين فيا الوطنيه. شفت بقى الطواقي بتاعت الصهاينه مرميه وهم هربانين من الجندي المصري العظيم. وتدرسي بعد كده بقى باقي اللواء باقي يوسف بقى وكل العباقره بقى اللي بالخراطيم الميه اللي خلصوا على الساتر الذي لا يقوى والكلام ده كله. شفت الكلام ده كله؟ فاتزرع جوايا وطنيه. خلاص حضاره وطنيه عندك 11 سنه. كملت في نفس الخط. انت خلاص هاتي بقى بولدوزر يشيل الجذر ده من مصر. لما تعملي مين؟ لما تجيبي لي قنبله ذريه مش هتحرك من مصر، مش هتحرك عن حب الحضاره.
طيب احنا نفسنا دلوقتي بس اخر حاجه هختم بيها، ازاي نعلم ولادنا او احنا نفسنا نحب الحضاره المصريه وما نلتجئش ان احنا نحط مسميات تاني علينا؟ طيب اول حاجه التبسيط في توصيل المعلومه، ابوز دماغه الى كل المدرسين. يعني انا عجبتني قوي مره كنت بدي محاضره في البحيره، في البحيره في دمنهور في مكتبه مصر هناك، حته مكتبه تحفه 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 تحفه. انا حضرت في امريكا، حضرت في انجلترا، لا انا هتحدى بقى، اتحدى بالحاجات دي، اتحدى بمكتبه الدمنهور مكتبه مصر العامه في دمنهور، اتحدى بيها مكتبات في حتت. المهم فجات لي مدرسه قالت لي انا بعمل صوت وضوء في حصه التاريخ للاطفال، بتجيب كاسيت وبتعمل اضواء مش عارفين وبتاع وتديهم صوت وضوء على الموقعه الفلانيه والحرب الفلانيه، بتعيشهم يا بعدها بشويه قابلت وزير، كان حصل ان انا قابلت وزير تعليم، فقلت له عندك مدرسه في البحيره دي اللي تتكرم يا فندم، دي التجربه اللي تعمم. قلت له ده جيل جديد تاني زي حضرتك غلط. فاذا تبسيط المعلومه بشكل جديد. انا عندي محاضره اسمها النكته في مصر القديمه، بديكي ساعتين، بوريكي صور ساعتين لنكت، ده ابن نكته، ده جدك، عشان كده دمنا خفيف واحنا كمان نكت، يعني دي الحاجه الوحيده اللي ما زلنا محافظين فيه عليها، عاشت في الجينات. يقول لك ده ابن نكته، ده فقري، ده مش عارف مين، يعني ايه واحد حاطط نكته في مقبره؟ مصر القديمه مقبره فيه. انت بتسمعي كلمه مقبره ايه؟ التاريخ فيه كده، التاريخ فيه طرافه، التاريخ فيه ضحك، التاريخ فيه ابتسامه، مش التعقيدات اللي احنا واخدينها. مش لازم طول الوقت الملك ان الفرح، وبعدين تبص تلاقي المسلسل كل المصريين في المسلسل ماشيين عاملين كده، يا ابني كده يبقى ميت كده، ده اوزوريس، اوزوريس ده رب الموت، رب الحياه السفلى، ده رب، ده رب الجبانه بعد كده، من ضمن التايتلز بتاعته الالقاب بتاعته كده، دي الملك لما بيبقى خلاص مومياء بقى خلاص. فانت ماشي كل المصريين ميتين في المسلسل، يا اخي ارفع سماعه التليفون كلم اي حد في سنه اولى اثار يقول لك ده انت بتعمله ده غلط. وصل التاريخ بشكل كويس، لما يبقى عندك تكلفه رهيبه قد كده وتعمل مسلسل، فاكر مسلسل كليوباترا؟ يا خبر ابيض، تكلفه تحفه، والممثلين كلنا بنحبهم، والممثله السوريه دي كلنا عندها، طلعت مره في صباح خمس وقلت لها ده احنا بنموت فيك، ده انت رائعه الجمال، ليه المسلسل فيه الغلطات الفاشله دي كلها؟ جهل بالتاريخ. ما احمل مجهود شويه، يعني انت عملت مجهود في كل حاجه، جيت في حته بقى الماده العلميه مش عايز تذاكر، واللي يقول لك بقى واحده بترمي في النيل، يا عم ما حدش رمى واحده في النيل يا عم. يا عم مسكن مصر القديم في يوم الحساب كان بيقف يقول كده للارباب، لا لم اقتل، يبقى ازاي بناخده واحده عنوه من ايد اهلها ونلبسها مجوهرات ونرميها في نهر النيل ونقول في الفيلم بتاع عروس النيل واحده بتترمي في النيل كقربان للنيل؟ مفيش يا عم قربان للنيل، لم تحدث لا في التاريخ المصري ولا اليوناني ولا الروماني لما احتلونا ولا النوبي ولا مصر القديم ولا ما قبل الاسرات ولا في القبطي ولا في الاسلام. يبقى جبتها منين القصه دي؟ ده الفيلم ده بنحبه قوي كلنا، انا من الناس اللي بحب الفيلم ده، بس تاريخيا غلط. اكتب كده بقى، مين هميز دي؟ عودي يا هميسه قبل مين هميز؟ مفيش هميز، حلقه دراميه اوحد بكده. ما يا فندم احنا خلاص فهمنا مؤخرا شجره الضر وكل الافلام دي خلاص الحبكه الدراميه. ثانيه واحده هختم لك بدي عشان عارف ان الوقت خلاص. مين فيرجينيا جميله الجميلات؟ معلش انا اسف، يعني تاريخيا اهو انا بقول لك اهو، مفيش يا عم حاجه اسمها فيرجينيا جميله الجميلات، دخلتها ليه؟ القصه كلها على بعضيها فيها كل الانجريدينز اللي انت عايزه، فيها كل المقادير بتاعت يا سيدي الفلفل والملح اللي انت عايز تحطه في الفيلم حقيقه، يعني انت مش محتاج تالف، مش محتاج تحط بصمات غير حقيقيه بالظبط. يعني فيرجينيا الوحيده اللي انا اعرفها في التاريخ هي ليلى فوزي. اسعدتنا حضرتك كتير، ونفسنا فعلا نحب تاريخ بلدنا ونحب نزرع ده في اولادنا، الجيل الجديد كله طالع عايز يروح بره ويروح هنا ويدرس هنا، مش فاهم ان هنا مركز وهنا نبع او شعاع الحضاره كلها هي في مصر. شكرا ليك، اسعدتنا بجد، وانا مبسوطه جدا ان ربنا بيجي على اخر السنه بيبعت لي هديه جميله زي دي. شكرا كفايه، تسلمي، كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد، وان شاء الله 2020 بقى نشوف بقى هتعملوا حاجه جديده، هنعمل مفاجاه حلوه بوجود حضرتك معانا. بنشكر المؤرخ العظيم بسام رضوان الشماع، المؤرخ وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه واتحاد الكتاب المصري. مشاهدينا بشكركم، بشكر ربنا على كل المفاجات اللي عملها معايا خلال طول السنه، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع مفاجاه ثانيه. تحياتي حنان فايق.